بالنسبة للسؤال مال تراسز، فأنتم بإمكانكم تحلون بالجوينت ميثود أو بالسكشن ميثود إذا ما محدد لكم السؤال، حسب طبيعة السؤال يعني. فهسه مثلا عندي بهذا السؤال اللي كان جاينا، كان مطلوب بالبي دي والسي اي، هذا البي دي والسي اي زين. فانتم يعني ممكن تجربون اذا تاخذون سكشن هنا، حتى تطلعون زين. كان مطلوب سؤال عندنا بالجوينت، وانا عندي هنا يعني ملاحظتين مهمة. اول ملاحظة تشوفون وين اكو جوينت، ب مثلا افقي منا وافقي منا وعمودي زين. هنا مباشرة هذا العمودي لانه ماكو شيء قابله ولا اكو شيء بهالاتجاه او بهالاتجاه، فهذا دائما البي سي يساوي صفر. يعني اذا اخذ هنا جوينت بالبي فهذا لانه وحده فراح يصير سميشن اوف واي يساوي صفر، فدائما هذا انطيه صفر حتى يختصر لكم الحل. بس هنا ما نقدر ننطي صفر، ليش؟ لانه مرتبط ب هذا، مرتبط ب وهذا مرتبط ب وهكذا زين. هذه ملاحظه، هذا لانه ما عندي مقابله او مرتبط ب شيء عمودي اخر او مائل، هذا صفر. بعد شنو معلومه ثانيه، هذا المنبر يساوي هذا المنبر، ماكو بعد منبر غيرهم. فشنو يطلع الاي بي؟ نفسه يطلع البي دي، زين، بس الاتجاه متعاكس، زين. بعد نقدر، هذه بس يعني تسهيلات للحل. هنا عندي هذا مائل، هذا لانه صفر، فهذا مائل وهذا مائل، شيء يكون المفروض يطلع هذا المائل وهذا المائل متساويات. على كل حال الشيء المتيقن من عنده انه هذا صفر لانه وحده، وهذا الافق ويا هذا الافقي لانه ماكو غيرهن يكون متساويات زين. هسه بالجوينت منين تبدون؟ تبدي من هذا الجوينت، لانه عندك معلوم زين. مثلا عندك هذا معلوم، فتقدر تطلع الاف واي مال هذا الضلع، الاف واي هذا الاف واي مالته، وعندك الاف واي مال هاي القوة، فواحد مجهول وواحد معلوم، فمباشرة راح تطلع هذا الاف واي مال الضلع، وبالنتيجة تطلع القوة اللي بالضلع زين. ننتبه كلش، على القيم مال المثلثات زين. هذه القوة مطيني بيها 12 × 5 = 13 زين. هذا الضلع المائل شنو المثلث مالته؟ مثل ما مطيني هذه الأبعاد وهاي الأبعاد، يعني شنو؟ هذا ثلاثة بأربعة زين، بالنتيجة هذا أيضا يطلع 5، هذا نفس الشيء 3 × 4، هذا نفس الشيء 3 × 4 زين. هذه تعتمدوها كلش لأنه هو هذا الموضوع ما بيشي، يعني مجرد إذا تأخذ بالجوينت ميثود فبس سميشن اف واي واف اكس، هذا عندك معلوم وهاي معلومة مال القوة زين. بالنتيجة هذا المنبر ب اف اكس واف واي راح يكونن معلومات، وهذا المنبر يكون معلوم. لما عرفنا هذا، زين بالجوينت، فهذا راح يكون عندي معلوم بالسميشن اف اكس تمام. دائما المائل تحلله تعرف القوة هاي ايش قد قيمتها وهاي ايش قد قيمتها، هذا المعلوم ايش قد وهذا المعلوم ايش قد. اذا بديت منا، فلازم شو تطلع؟
لازم تطلع ال summation f x و summation f y الرياكشن، طلع الرياكشن زين. الجوينت اللي تبدي بيه اذا هو بي رياكشن لازم تطلع الرياكشن. انت هذا تختار الحل الاسهل زين. اذا اخذنا سكشن ميثود مثلا، سكشن ميثود نجي لهنا مثلا مباشرة، اذا جينا لهنا وراح نعرف هذا الضلع اللي وحده عمودي مرتبط بهذا الجوينت، اذا هذا شقد؟ زيرو زين. هذا راح يشبه هذا زين. منين تبدي بعد انت بكيفك بالسكشن ميثود هسه اللي اخذناه بهذا السؤال، هو رايد الجي اف والسي دي والجي سي. هذا الجي اف، هذا الجي اف رايده نأشر عليه، وبعد والسي دي، وهذا وبعد شنو والجي سي. هذا جي سي اللي قلنا عليه صفر، واضح مثل ما هو حاله هنا جي سي صفر زين. فبما انه هو رايد هذا وهذا، فاحنا ناخذ السكشن، ناخذ السكشن هنا اللي يمر بثلاثة ممبرز زين. بهاي الحالة ننتبه انه لازم نطلع هذا الرياكشن، هذا الرياكشن. الرياكشن كلش مهم، الرياكشنات كلش مهم، مهمة عندكم بهذا السؤال اذا اردتوا تطلعوها، ومهم عندكم وين بالسؤال مال الشير والمومنت، شير والمومنت زين. كلش مهم، بسيطة الرياكشنز، بسيطة. عندي كل القوى معلومة، كل هاي القوى معلومة زين، بس الرياكشن مجهولة زين، بس الرياكشن مجهولة. فناخذ مومنت حول هاي النقطة، ناخذ مومنت حول هاي النقطة، ونضرب هاي القوة في هذا المسار، هذه القوة في هذا المسار، هذه القوة في هذا المسار، وهذه في هذا المسار، والرياكشن اللي عندي في هذه المسافة كل من واتجاهها أو بالعكس، ونطلع الرياكشن. لا تغلطون بالرياكشن، شغلة كلش بسيطة زين. ونسوي رياكشن، نسوي هنا سكشن، فبالتالي هذه النقطة، هذا المنبر مجهول زين، هذا مجهول، وهذا مجهول، وهذا عندي أيضا مجهول. أسهل شيء نسوي، أسهل شيء نسوي ناخذ النقطة بمكان تمر بيه المجاهيل، يبقى عندي بس واحد ما مجهول، بس واحد مجهول العفو زين. مثل ما هو أخذ هنا حول جي، أخذ مومنت حول جي زين، فش يبقى عنده؟ يبقى عنده بس هذا، بس هذا زين. أخذ مومنت حول جي، يبقى عنده بس هذا، فيضرب هذا الرياكشن في هاي المسافة، ويضرب هذا هاي القوة المجهولة في هاي المسافة، هي ثلاثة. وعنده هاي الخمسة أيضا يضربها، والاثنين لا تنسون أي قوة، لا تنسوها بالمومنت، أي قوة يطلع عندكم الخطأ، الحل خطأ زين. بعد إذا أخذ مومنت حول هذه النقطة، فهذا يتصفر وهذا يتصفر، شو يبقى عندي؟ يبقى عندي بس هذا، بس هذا يبقى عندي زين، بس هذا يبقى عندي. وهذا بدايته هنا، بدايته هنا، فبي قوة هالشكل أفقية، قوة عمودية، هذه القوة العمودية تمر بالدي، تمر بالدي. فهمتوني؟ إذا أخذت، يعني أتمنى ما دوختكم أكثر. إذا أخذت مومنت حول هذه النقطة دي زين، فهذا يتصفر وهذا يتصفر، يبقى عندي بس هذا، وهذا بقوة عمودية، قوة أفقية زين. هذه تروح العمودية لأن تمر بال، يبقى عندي بس هذا زين. طبعا أكيد هذه القوة اللي هنا والرياكشن اللي هنا زين، نحسبه. فشنو المجهول يبقى عندي؟ يبقى عندي المجهول فقط هذا. تحياتي.